الو الو، ما عرفناش واش دخل بها هذا النهار ولا لا، حيت نعيط لكم كل نهار، لكن ما عرفناش زعما فوقاش يدخل بها. لا الا دخل بها قول لنا شنو كاين. الله يجازيكم بخير. الو الو، واش دخل بها او لا مازال؟ هذه حاله ديال واحد الشاب اللي في عمره تقريبا 40 سنه، اللي عمره ما تجوج. يلا تجوج هذه واحد 6 شهور، ولكن هذه 6 شهور دابا باش تزوجو ومازال ما دخلش بها. وقعت الفضيحة يعني في العائلة، بالعائلة ديالو والعائلة ديالها، كل شيء دابا عارف بأن الرجل مازال ما دخلش بها، ما بقتش الأمور مستورة ومشكل. يعني اشنو هو السبب؟ واش مثقف؟ واش مسحور؟ واش شي واحد دار له شي حاجه؟ يعني علاش مثلا هو 40 سنه وعارضه يتزوج؟ علاش ما تزوجش من قبل؟ اذا بزاف ديال الامور، بزاف ديال التساؤلات. داكشي علاش هذه الحاله فيها واحد الفوائد كثيره. اولا، اذا كان راجل ما عندوش الرغبه باش يتزوج، يعني هي كاينه الرغبه الجنسيه اللي هي الاساس ديال الزواج، وإلا كان ما عندوش مثلا الرغبة ديال الزواج، ما حسناش نديرو عليه الضغوطات. حنا دابا نقولو في المجتمع ديالنا دائما الراجل من تيبدا يكبر في السن شوية، ولا المرأة خصوصا الراجل، نوض تجوج، ودابا انت راك كبرتي في السن وكذا وشو. إذا بزاف ديال الرجال هاد القضية هادي واش مزيانة؟ لا، حيت هو قالك فاقد الشيء إلا يعطيه. إلا كان عنده هو الرغبة الجنسية مزيان وقوي، ونقولوا راجل سخون بالمفهوم يعني الدارجي، بلا ما توقع عليه الضغوطات راه ينوض وراه يتزوج. الا اذا كانوا بعض الرجال بعد نوبه يكون عندهم عقد، مثلا واش الذكر ديالو صغير، واش القذف السريع، واش كذا واش كذا، وتيبدا الرجل يتاخر مثلا يعني في الزواج، لانه تيجيب له ربي انه ما يقومش بالواجب، وانه ما كذا وكذا اشياء من هذا القبيل. اذا اي رجل عنده واحد الشك في نفسه مثلا، مزيان على انه ينقولوا يدير واحد الفحص عند طبيب مختص في الاضطرابات الجنسيه. فالحاله هذه مثلا يعني احنا ملي فحصناه، طبعا الذكر ديالو مزيان، الخصيتين ديالو مزيانين، يعني الامور مزيان من غير دواليل الخصيه اللي عنده من جهه واحده، ماشي مشكل. المهم ماشي مشكل، قلت له شحال يعني انت؟ قال لي انا عمري في حياتي ما كانت عندي شي علاقه جنسيه. قلت له شنو السبب؟ قال لي انا تنخاف لا يلصقوا فيا شي مرض العيالات. قلت له دابا ملي تزوجتي يعني اش داك تزوج وانت عندك الرغبه؟ العائله ديالو تتقول له هو اللي زعما بغى يتزوج، ماشي حنا اللي ضغطنا عليه باش انه يتزوج. كاين بزاف في المجتمع ديالنا كما اشرت، تيكون الراجل مثلا حتى كاع الا قال لهم انا باغي نتزوج وكذا، هي باش يخبي، حيت هو في الاصل واش عنده الرغبه ولا ما عندوش. وشنو خلاه؟ كيفاش الراجل مثلا في عمره 40 عام عمره في حياته ما كانت عنده شي علاقة جنسية، وحتى العادة السرية يعني تيديرها قليل نادر، يعني دير 4 سنين ولا 5 سنين ما دارش حتى العادة السرية. شنو هذا تيعني؟ تيعني على أن هذا الرجل ما عندوش الرغبة الجنسية. دابا المشكل من بعد ما تزوج، هو دابا 6 شهور ومازال ما دخلش بها. المشكل تيوقعوا فيه بزاف، يقدر مثلا الرجل ما دخلش بالمرأة الليلة الأولى، النهار الثاني، الثالث، الأسبوع، يعني 6 شهور مشكل. ونزيد على ذلك ماشي مشي نوع اللي يقولوا سخون، اللي راه يطير على المرأة، اللي راه يبوسها، راه يعنقها، اللي يبغي ينعس معاها. عامة واحد مازال صغير مثلا وتزوج تيقدر يدير العلاقة الجنسية يوميا أو نهاريا، نهار لا ولا جنوب في الأسبوع ولا في الأسبوع. إذا مشكل هاد السيد حقيقة مصحوب مثلا، يعني نقولوا الاهل ديالو حتى هما باغيين عارفين، لان يعني هو جاء العياده والاهل ديالو جاوا معاه وبغاو يعرفوا مثلا واش كاين شي امل فيه او لا. هذا مشكل كبير، لان دابا المشكل اللي كاين تيتطرح، يقدر هذا الراجل كاع ودخل بها، ومن بعد الا دخل بها وخلاها يعني ما كاين لا علاقه جنسيه لا والو ولا حتى شي حاجه، وراجل بارد، يعني مشكل. يعني اش تقضي به هي؟ الوغ يمكن يعني العائلة ديالو قالت لا، يقدر مثلا إلا دخل بها وحملات، يعني زعما الأمور تقدر تمشي مزيان، والوليدات ديالو نربيوهم وكذا، ومسكينة هي درويشة، المرا درويشة وساكتة وما تتقول والو، الناس ضعاف والناس فقراء، وحنا رانا نقوموا يعني بالواجب من هذا القبيل. إذا
هذا هو المشكل الحقيقة، لأن كي كانت مثلا شي وحدة اللي نقولوا فايقة، واش غدير براجل مثلا اللي زعما ما راه يدخلش بها، ما راه يكونش عنده شي علاقات معها. والفحص اذا انعدام الرغبة الجنسية عند هذا الرجل، علاش؟ وعلاش هو زاد انه القدام وباغي يتزوج؟ حيت الزواج ماشي سهل، يعني الزواج راه يعني فيه مسؤولية من الناحية المادية، وفيه مسؤولية من الناحية العاطفية ومن الناحية الجنسية. يعني الا كنتي ماشي قاد من الناحية الجنسية واش تزيد وتزوج؟ الا ولا ما كنتيش قاد من الناحية المادية والمعنوية والعاطفية يعني تزوج؟ الا، لان مسؤولية كبيرة من جميع النواحي. اذا واش يسرحوا هذه المراه ويطلقوها وترجع للاهل ديالها؟ هي عزت عليهم ودرويشه. اذا المشكل هو مثلا يعني قلت له يعني هو ما عندوش الرغبه، خا عطيناه الدويات وكذا الشهر الاول مازال ما دار والو، ولكن يعني واش نقدروا زعما هذا السيد يعني راه يدير شي حاجه زعما؟ ها هو دخل بها، انا سولته وبين الرغبه ما عندوش، يا ما عندوش رغبه واخا يدخل بها من بعد. الا طبعا هما طبعا تيكون الانسان بحال دابا داك المراه مسكينه من عائله فقيره ودرويشه وكذا وما عندها لا حل ولا احوال، يعني مسكينه تتصبر وصلت على النبي تقدر تحمل منه، ومن بعد هما راه يتكلفوا. واش هذا حل؟ مشكل حقيقه، لان مشكل لان من ناحيه هو عاوتاني ما راه يرضاش راجل، لان الى زعما طلق وكذا وسميتو وقلنا لهم سرحوا سرحوا المراه مسكينه ترجع للاهل ديالها، انهم العائله ديال نقولوا المراه كل نهار يعيطوا الو الو واش دخل بها، واش مازال واش دخل بها. هو ضغوطات عليه، هاد الضغوطات شديده، وحتى الاهل ديالو حتى هما ضغوطات عليه، واش دخلتي بها واش لا، واش انت ماشي راجل وعلاش ما تدخلش بها وعلاش كذا وسميتو. وهاد الاشياء هذه خلات الراجل يعني تيزيد يتازم. يقدر الانسان مثلا على انه فشل في الدخله، ولكن من بعد راه يسترجع ان عنده رغبه جنسيه، عنده قوه. ولكن اذا كان راجل ما عندوش في الاصل رغبه جنسيه، يعني اش راه يدير مسكين؟ فقد الشيء لا يعطيه. الا ما عندكش رغبه علاش تزيد القدام؟ علاش راه تجوج وانت ما قادرش؟ علاش راه تجوج وانت ما عندكش الرغبه تماما؟ كاين بعض الرجال بعد النوبات يتزوجوا مثلا هي باش يخبيو، يعني مثلا هو بغى يبين على انه راجل، يعني حيت حنا مفهوم عندنا في العرب هو على ان الراجل حس الذكر ديالو يكون قايم، الا ما قايمش ماشي راجل. واش هذا حقيقي؟ لا، يعني وما حش مثلا تقولوا مثلا الولد الا كان يعني نقولوا عنده مشكل انعدام الرغبه ولا انعدام الاتصال تقولوا لا انت ماشي راجل ولا انت كذا وانت ديننا العار وديننا هذه الاشياء. اذا مشكل كبير، لابد احترام الانسان فقد الشيء الا يعطيه. هو مسكين ما كرهش، يعني هو ما عندوش ذاك الرغبه، هكاك خلقه ربي سبحانه وتعالى ما عندوش الرغبه، لان ربما اسباب كثيره منها واش عنده شي مرض نفسي واش كذا واش كذا واش سميتو عده امور. على اي حال هنا انعدام الرغبه ما كاينش هي بوحدها، لان تقدر تكون ذاك انعدام الرغبه احيانا عندها علاقه بالاكتئاب، عندها علاقه بشي مرض نفسي، علاقه بشي اضطرابات شخصيه، عندها علاقه بشي ميول يعني جنسي مثلي، مثلا عده امور لتتفسر على هذه القضيه. اذا الا كان الانسان عنده شك في الرغبة الجنسية ديالو، في الكفاءة والقوة الجنسية، قبل ما تزيد القدام وقبل ما تبغي أنك تزوج، يعني ضروري دير واحد الفحص باش نشوفو معاك واش تزيد القدام أو لا. وكا كان جا عندي النوبة الأولى وقال لي أنا بغيت نتزوج، نقول له ما تزوجش. أنا عارف علاش، تنقول له ما تزوجش، لأن ما قادرش، ما عندوش الرغبة وما عندوش كما قلنا فاقد الشيء لا يعطي. دابا هو زاد القدام وتزوج وحل، وحل لان اهل العروسه تيعيطوا واهل الدار ديالو تيعيطوا ومشاكل كبيره، يعني حقيقه دخل في واحد المعمعه كبيره. انا نشوف الامور على اي حال فرصه اخيره، وانا قلت للاهل ديالهم يعني الى هاد النوبه ما قدرش يدخل بها، لانه هو واخا يدخل بها ما راه يدير والو فيما بعد. على اي حال داك الساعه صرحوا المراه ترجع للدار ديالها. اتمنى فهمتوا هذه الحالات، اتمنى تشاركونا في فيسبوك دكتور بن ياشوف، يوتيوب دكتور بن ياشوف، انستغرام دكتور بن ياشوف، تيك توك دكتور بن ياشوف، ورقم الواتساب 06-64-00-33-30 واخر 06-64-00-95-50 ورقم العياده 05-22-26-90-52. الا كنتي باقي الفحص تقول كود. شكرا لكم.